الله تبارك وتعالى حرم قتل النفس إلا بالحق. أنا كنت نصرح في واحد الفيديو ديت ونقول ما نادمش، وليني راه تعذروني تعذروني في هذه الحياة اللي أنا عايش، لأن الله باش نقول لكم تنطلب الله يسمح لي منه واخا قتلته. باش نكون مريح بالليل، ها البارح باغي نطردك مع اذان الفجر تنبكي عيط الله وبيت الله ندير ماشي واش كتبت فهموا هاي تهلاو في الوالدين هادشي اللي كيقولوا هادو هادو الكراطن هادو ولا شو هاد الكراطن هاد الكراطن هنا والسيكان هادو ديال المحسنين هادو هما ها شوف هاد الشي كامل كيعطيو ليا المحسنين ما بغاوش يقيدونا عباد الله. السلام عليكم، سميتي أغنجاب عبد العزيز، كما تتشوفوا راه تزاديت زيادة وخلق في هاد الدار من بعد ما خرجت من السجن. أنا نقول لكم كيفاش، 93/15/4 في عمري 13 سنة جالس في هاد البلاصة هادي، راه ما كانتش بحال هكا، والديا جالسين لتحت تيهضروا بالشلحة. أنا في واحد القاعدة، أنا والديا راه هما اللي عندي، تنسمعهم تيهضروا بشي طريقة ماشي هاديك تنتصنت ليهم. باختصار خاصهم شي فلوس تيهضروا، خصنا نمشيو عند هذاك الإسرائيلي كذا كذا، راه ما عندناش، بغينا باش راك عارف الحياة والمقاس المعاني ديالها. داروا هكا، هبطوا بجوجهم، هبطوا على درت بنت جدية، تبعتهم أنا من اللور وهزة تحت مني 17 ماضية مقادة. أنا باش نجيك الصراحة، بقيت حدا السينما كوليزي في واحد الموبل، راه صرحت بهادشي، مدرك تما. هما دخلوا عند هذاك مول الكوير إسرائيلي، حيت عنده بار كان خدام عنده الوالد في كوزينة. أنا كان عندي واحد الحاجة مختص فيها، عزيزي طيب هذوك القطعة وذوك الشهيوات تنموت عليهم نصيبهم ليه. ما عليناش، لقيت اللي تيهضر مع الوالد في المحل، الوالده بقات برا. واحد الشويه هذاك اللي الاسرائيلي هو يدير لي يديه بحال هكا، وحط مقاده الوالد هنا، وآيات الله وحياه ولدي بدون نقاش بدون نقاش. هزيتها طلعت فوق الطوموبيله، دخلت عنده للحانوت، صافي ضربتها ليه في الكلاوي ديالو، طلعتها ما هدرتش معاه ولا قلت لي علاش ضربتي با، طاح حدايا دمايا عاد قلت لي علاش ضربتي با. صافي مشيت في حالاتي، الوالدة راه سلتات، تميت غادي انا والوالد، ماش غادي نقول لك تلخبطت في الهضره ديالي. الصباح مع 6 الصباح خوتنا جاو، كانت هذيك الساعه المعارف القديمه لانتيكا 71 كانوا فيها اولاد الخيريه، تيعلقك تتغوط الله اللي خلقك، تقول لي ها العار ها العار، تقول لك الله ينعل لك الوالدين ووالدي، انا دابا عندي انا كبرتها في الخيريه. عامين ونص ديال التحقيق، ما غاديش نقول لك العصا والضو والتريتوات والعذاب اللي داروا لي. عامين ونص ديال التحقيق، تحكمت ب 20 عام، ضربت فيها 12 عام و 6 شهور. خرجت هذيك الساعه كانت جايه عندي الوالده في العادر، فاش حيدوا لي 7 سنين و 6 شهور، الوالده جايه عندي الزياره. انا خارج اش هز معايا، قول لي هز معايا هذا الروجيسترات اللي كتبت، هذا دابا نوريهم لك الروجيسترات. الوالده لقيتها واقفه حدا الزياره شاده الكفاف عند الدخول عندي الزياره، انا خارج تندير هاتت بالي امي، جيت من الله درت لها
قالت لي ماك ولدي خرجت. قلت لها لا راه يضربني البرد وندخل. قلت لها زيدي عرفتي بهذيك الفرحه راه 12 عام وست شهور ما شفتهاش. تمينا غاديين انا وياها في العادل في ذاك الشانطي طويل في الغاب بحال الغابه فين تيجيو الناس للزياره. جوج جدارميه ولا ما عرفت ثلاثه ما بقيتش عاقل حدا الشانطي. انا راه مع 12 عام وست شهور ما شفتش هذيك بقيت غادي تنديرها. وهذا واحد الجدارمه ويقول لي مالك اخويا درت فيها. قلت لي لا ولدي راه 12 عام وست شهور 20 عام ما شاف الحريه وايه ربي وعد به الله اللي مقابل معايا جاتي يجري دارها. وقف لي طاكسي بحال هكا الله يجازيه بخير قال لي هذا وصلوا ما تشد عنده تريال. دخلت للدرب من جهه الفران في الوسط ديال الدرب في النص وايات الله درت في السماء قلت يا ربي علاش خرجت من 20 عام كان بقيت في الحبس وباقي تنقولها ودابا تنتصور فيها وتنقولها الا ما تقدتش لي الامور هذاك هو بلاصتي اللي نرجع لها. وهذا الوليد ليتي هبا مريض المرض الخايف في الكلاوي فاش خرجت من 20 عام عب الغديد هاو يلاه حيد قرجوطه دار عمليه هم اشتحال تشوفي نعين حصيرة ما عندناش وبنادم باقي تابعك. خلاصة الكلام مش هادي نقول لك شفت وعشت ولد 13 عام اللي ما شافوش إبليس الحمد لله السيفة ديالي ما بيناش عليا خايب ولا مخسر. دوزتها قراية دوزتها قراية هاد الضربة ديال اللي هودي شي فين باقا. أنا راه هالونطري ملي كانت نافعاني ما راه كان يقتلني أنايا. ما كاملاش شهر بالحساب كملت 22 عام عامين ونص في عام ونص في 3 شهور في 6 شهور الراميد جيت نصيبها ضربت 3 شهور للدري ولدي حيت مات لي مو عنده شهر. حالة المدنية جيت نصيبها للدري ضربت 6 شهور. الدنيا ظلامت وكل شيء معني تصدمت واحد الصدمة لدرجة تنقول يا ربي لو كان بقيت في الحبس مبرع بلاصتي عطيتي الخير ديال الله. خرجت انا وزن 115 كيلو 115 نوجي نشوف دابا حتى دابا راه تنقول لك راه على نقشه. انا هادشي كامل درته ماشي اشهار ولا باش نتشهر ولا شي حاجه. واش الاشهار والشهره غادي نديرو ساروت ونحل بارطمان. انا واخا تنقولها بحال هكاك لقيت انتقادات وبنادم ما بغاش يقيلك. انا تنطلب كاين شي مشكل تنطلب خوتي تنقول لهم خوتي ولاد الغربه راه ما كاينش اللي غوت ليا من هنا. غنوريك التليفون ها بلا حساب كلهم ولاد الغربة. وهاد السيمانة هادي كل ليلة تيغوتو ليا الناس ديال الجزائر وبلجيكا شي وحدين ديال الجمعية ديال بلجيكا و الطاليان ودبي وزيد شي وحدين انا مبقيتش عاقل عليهم راه داير ليهم كلشي في الوراقي ديالي. تندخل تنسد عليا هنا شناهو الشعار ديالي فاش نخرج مع الصباح من هنا باش تنسى هاد الهموم والقطران ماشر مع هاد الدوبرمان ونمشي شارع طالعات الدور في السطح وهذوك الفريخات وحالتي هاكي دايره وبنادم ما باش يقيلك. لدابا تنخرج تيتلاقوا معايا شي وحدين طاطاطا الهضره تنهضروا تنحكي ليهم حتى تيجبدوا لي هذا الاسرائيلي طلب الله يسمح لك عليه وكذا وكذا. شنو هو الجواب ديالي مع هادو اللي تيقولوا لي على هذا الاسرائيلي؟ تنقول لهم شو كان جيتوا نتوما في هذيك اللحظه نكمل بكم اللي ما تضربوا النفس على والديه هاي موت حسن. انا تنقولها بحال هكا وصاوا راسي مرفوع دخلت على امي وبا راك اللي تيشوف والدي تيطفط لهم على راسهم قدام عينيهم والله ما تيهضر وايه الله. هادشي شفتو هاد السيمانه هنا ما عندهمش نفس وما تنهبطش تنطلع من الشرجم راه حالتي توريكم لان هاد الفيديوهات كما درت ماشي درتهم باش نتشهر اقاط الاسرائيل راه قتلتو على امي وبا. انا وكان عرفت قبر راه نمشي نجبدو بحالكم على القبو في هاد المسمار هذا فيما ندوز ندندل ليه تنموت عليك. علاش خليتيني نتعرف على ناس ما كنتش عارفهم؟ راه الله تيقبل التوبه الله تيقبل التوبه واخا ما عرفتش شحال ديال الجرائم دير. وهادو ديالنا تيديروا لك شي تصرفات باش يخرجوا فيك الاسوء. انا راه ما يمكنش ندير لهم خاطرهم انا عارفهم واش باغيين يدير هادشي كامل نعرفهم علاش يديروا لي بحال. والله ما نرجع للطريق لان درت هاد الفيديوهات باش خوتي تنركع عليهم ونركع الله سبحانه وتعالى ولاني تنركع عليهم بواحد الصيغه اعتقوني واعتقوا لي ولدي ليتي ووالديا راه العالم كان شاف الحاله ديالهم ما عنديش فين نسكن. راه الا جيت ندير لهم فين يسكنوا راه 10 سنين تابعاني 15 عام واش خرجت من 20 عام ولد 13 عام تحرمت من الحريه غنرجع ب 20 عام اخرى 10 سنين شو حالتي كي دايره؟ الا كانوا خوتي تيشوفوني راه هذا هو الانشاد ديالي. ودرت واحد الفيديو عاوتاني تناشد فيه صاحب الجلاله تاهو امي
خلاصة الكلام يا أخي في هذا الشيء الهضرة تتقادى، وآية ربي لهاد الساعة دابا لدابا دابا اللي تنهضر معاك الله اللي عان بيا والشنعاني دابا دابا، وقسما برأو ما تنبينش تنكابر وتنزير على روحي. علاش؟ حيت تنشوف راسي ضربت 20 عام ولا 13 عام ما دات فيا لا حق لا باطل، دوزت قراية ولون طريمة، ما تنكمي ما تندي ديال بنادم ما تنأدي حد، تيجيب الله الفرج. ما بقيتش باغي نرجع تما، حيت الا كنت دوزت الحبس دوزت ولا بامي ماشي على السرقة، لو كان دوزت على البراكاج ما غاديش نكون عايش هاد الحالة هادي. شوف وشنو اللي تيصبرني على هاد العذاب فاش نكون حاط الراس؟ ها هي الكبيدة ديالي مشيشة وهاد الفريقات، راه ولدي ما تينعش معايا هنا راه 3 شهور دابا، فين غادي ينعس معايا فهاد الخنز وهاد الشر هذا؟ الحوايج هادوك راه عطاهم ليا الناس، طاب ليا راني قلتها 5 سنين و 60 وضربه فوق لحمه. شو كما كان وكان كنت تايقه في شي واحد، اش نقول لكم؟ ايات ربي وحياه ولدي اللي عندي، وكان كنت تنتيق في شي واحد يعني بحال نفسي لا يقابل ليا ولدي ويقابل ليا وليداته، واخا نمشي للحبسه مطمئن. لا اله الا الله محمد رسول الله، لان كما قلت ها العار خوتي، انا ماشي قتلت اسرائيلي باش نصفر، واش قتلته على امي وبا، وباقي ندير اكثر منها على امي وبا ولدي، حيت هما اللي عندي في الدنيا هذه. راه مهما كان بنادم غيب واخا ما عادش يكون ما عادش شنو هو الوالدين، حيت لحيدو الوالدين ها وتشوف الضربه ديال الحياه كي تتكون توسد العتبه واللي جا غيعفط عليك. تنطلب من الله سبحانه وتعالى خوتي وصلوا هذا الميساج، راه باقي على الله، خداو عندي جميع المعلومات الناس لا كارت ديالي كلشي، انا باقي تنتسين تندير بحال تجيب الله الفرج. ما باغيش نرجع للحبس ونخلي والديا وولدي مشردين. لا اله الا الله محمد رسول الله. اش غادي نقول لك يا اخي؟ باش نكونوا واقعيين، الله تبارك وتعالى حرم قتل النفس الا بالحق. انا كنت نصرح في واحد الفيديو ديت نقول ما نادمش، ولاني راه تعذروني تعذروني في هذه الحياه اللي انا عايش، لان الله باش نقول لكم تنطلب الله يسمح لي منه، واخا قتلته واخا لقيت انتقادات بزاف، عذروني وفهموني اخوتي، راه والدي هذوك واش بغيتو ندير؟ يصرفق لي بوبوتي نبدا نضحك ليه؟ راه قتلته، والله نطلب الله سبحانه وتعالى يسمح لي عليه، واخا ما خصنيش نقولها، الله يسمح لي عليه حقاش ادى لي الشرف ديال والديا. هما اللي عندي راه 20 عام راه كانوا تيفيقوا مع 6 الصباح مغطين بكاشة وميكا بحال مغطين القرعة في الفلاحة، وتيجيو عندي السجون 22 سجن درت فيه. شوف حالتهم كي دايرة، باعوا الغالي والنفيس على قبلي باش يجيو يضربهم. تنطلب الله الله يسمح لي منه، تنطلب من خوتي المحسنين، راه هذا الشيء كامل درته، انا ما درتوش باش نتشهر ولا كذا، ما عنديش فين نسكن انا والديا، عاونوني عاونوا هذا اليتيم وهاد الوالدي اللي عندي. راه الا كنت درت هاد الجريمه هادي راه ما درتهاش على اساس السرقه ولا شي حاجه، راه صرفق لي با با عباد الله لي 20 عام، شو حالتي كي ولا شو حالتو بالفقسه ديالو. الله راه غفور رحيم، والعباد كيحكوا على الدبره. انا ما تيهمنيش الهضره القيل والقال، لان حاليا تنقول يا ربي قبل ما تنعس وقبل ما تنخرج من الدار، واخا صرفق لي با تنهضر بهاد الطريقه اللي تتشوف، تنقول الله يسمح لي منه الله يرحمه، واخا تعدى لي على با الله يسمح لي منه، لان الله حرم قتل النفس الا بالحق. باش نختصر كلامي راه تفهموني بلا ما نعاود الكلام، تنطلب من خوتي المحسنين اللي تيشوفوا هذا الفيديو ها العار عتقوني، راه ما عنديش فين نسكن انا وامي وبا، راه الشطاطا جات شوف شو الدار كي طاحت شو الحاله. صافي راه ماشي مجرم ولا قتال انايا، راه سيماهم على وجوههم، ما عنديش فين نسكن انا وامي وبا، ما باغي طياره ما باغي فيلا ما باغيش نتعلق فين نتفلق، باغي غير شي سقف فين تخبى انا والدي وولدي فين نسكن، ونخرج نافيكي ما حد فيا الصحه والدي وولدي. لا اله الا الله محمد رسول الله.